طيب الشاشة ظهر يا عبد الله عبده. زهرة. تمام اوكي. طيب احنا هنبتدي النهارده تاني، نراجع بسرعه الماتيريال كلاسيفيكيشن اللي قلناه المره اللي فاتت. النهارده تكمله المحاضره، عشان المفروض ان انا كنت الحق اخش في الكاربنتري واتكلم على البوليمرز. طبعا بالطريقه دي يبقى دوبك كويس قوي ان انا اخلص الماتيريال كلاسيفيكيشن. فبقول عندنا المفروض ان احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على الماتيريالز وقلنا اهميتها وعرفنا نفرق ما بين حاجات وبعضيها، لما اديتكم كابس واديتكم سبونز معلومه من نمره في الماتيريال، وعرفنا ان الاجابه بتاعت الحكايه دي ان كل ماتيريال عندها بروبرتيز مختلفه وبالتالي عندها استراكشر انترنال استراكشر مختلف، بروبرتيز مختلفه وبالتالي طرق بروسيسنج مختلفه، عشان كده كمان الاداء بتاعها بيختلف من حاجه لحاجه. وكنا نطينا من ده كله. بعديها اتكلمنا على الماتيريال كلاسيفيكيشن، واتكلمنا على ان انا كلمتكم على حاجه اسمها الماتيريال الكلاسيكال كلاسيفيكيشن، اللي هو كان باجي اقول عندي ان المواد عباره عن بتاع دوت ميتالز وحاجات تانية، واروح قايله الميتالز هي عباره عن ايه. خلاص فجينا اتكلمنا على السلايد دي ورحنا قايلين ان في عندنا المواد، في منها بتاع دوت الميتال فيرس ونون فيرس اورجانيك ان اورجانيك، وبعدين واحنا مقسمين التقسيمه دي، وقلنا المره الجايه هنتكلم عليهم تاني من اول وجديد. وقلنا ان المودرن كلاسيفيكيشن المره اللي فاتت لما جيت اتكلمت على ان في ميتال، في بتاع دوت سيراميك اللي هي الصوره اللي شفناها قبل كده دي، وفي عندي البوليمرز. فلما جينا اتكلمنا على دول، لما جبت صوره المعدن دي قلت اول حاجه نقدر نفرق بيها، بعضكم قال ايه لا بشكل الحاجه، بعدين رجعوا قالوا بالالوان. فالمعادن ربنا خلقها بلونها ده، لكن ما تجيش عندي على السيراميك الا اذا كنت بتكلم على روكس وكده، فدي ليها الوان طبيعيه، لكن لازم اقدر العب في الوانه. السيراميك اللي انت بتشوفه على الفلور ده اقدر العب في الوانه، وبالتالي الحاجات دي البوليمرز نفس الكلام، ولكن لو المعادن من غير اي كوت من غير اي دهان او بن اقدر اطلع الحاجات من بعضها. وقلنا السبب ان احنا بنهتم بالبوليمرز بالمعادن اكتر من الحاجات التانيه، ان هي اولا ليها استراكشر ابلكيشنز كتير وليها الوان مختلفه، ليها فرايتيز من البروبرتيز والايه سواء الفيزيكال او الكيميكال وكده، وبالتالي كمان نسب العناصر اللي احنا نعرفها اللي منها ميتالز حوالي تقريبا بيمثل العناصر اللي احنا عارفينها الكامله اللي بيحطوها لك في البريوديكال تيبل على الاقل منها مثلا 70% هي عباره عن ميتالز. احنا النهارده هنتكلم في ايه؟ هنغطي الحته بتاعت الميكانيكال بروبرتيز اللي هي سمعت المره فاتت حد قال لي سترونج وطف وحاجات كده، طبعا انتوا خدتوا في الورك شوب جزء عن كده، فاحتمال تبقوا مش فاهمين قوي ايه الموضوع هتفهموه معايا. طيب هنتكلم كمان على ايه؟ هنتكلم على سلايد انا عديتها في الاول اللي هي بتتكلم دي، قلنا عندنا التقسيمه بتاعتنا. هنتكلم على سلايد اللي بيتكلم فيها ادي ميتال سيراميك بوليمر كومبوزيت وحاجه اسمها سترينث، ويجي يروح قايل الميتال ليها رينج من سترينث معايا مثلا اول 80 ميجا باسكال جيجا باسكال لغايه ايه ميجا باسكال لغايه تقريبا 1400 ميجا باسكال، تعالى السيراميك تلاقيها اقل، تعالى البوليمرز تلاقيها قليله جدا اقل من 100 تقريبا، الرينج بتاعها الكومبوزيت حاجه ثانيه مختلفه. فاللي احنا هنعرفه النهارده هو بدايه عمليات الايه بتاع ده بدايه البروبرتيز بتاعتنا اللي هي الميكانيكال بارتس. طيب فنيجي عندنا نتكلم على حاجه، ادي البدايه اهي اللي احنا كنا المره اللي فاتت اتكلمنا على ازاي هاو تو ايدنتيفاي الماتيريال، واعتقد لقيتوا الكلام ده في الورك شوب ان احنا جايبين سامبلز بس احنا طبعا مش دهنينها ومش جايبينهم زي بعض شكلا، هم في حاجات منهم منتجات وفي حاجات منهم بارتس من ايه من برودكت. فنبتدي نتكلم عندنا ازاي نبتدي نعرف اول بروبرتي عندنا حاجه اسمها سترانس اوكي، او نفهم يعني ايه ميكانيكال بروبرتيز. هقول على حاجه لطيفه جدا، لو اي حد فيكم عنده رابر باند قدامه، لو حد قدامه استك كده وجي عمل ايه، هنبتدي ناخد الميكانيكال بروبرتيز، هنتكلم على سترانس، نتكلم على الدكتريتي، نتكلم على تافنس وعلى الهاردنس. لو جينا جبنا عندنا الاساتيك اللي زي اللي عندكم دي في اللي بتحطوا بيها الورق او بتقفلوا بيها اللوح الرسم والحاجات دي اوكي، نبص نجيب الاستيك ونحاول نعمل ايه، نحاول نشد الاستيك، نمسكه كده صباعيننا ونبعد الصباعين عن بعض، ايه المفروض ايه اللي يحصل؟ هيحصل ايه يا عبده؟ اذا لو كان الشد جامد اكتر من قوه تحمل الاستيك، لو شدينا ماشي وبعدين رجعنا تاني، لو شدينا وسبنا ايدينا او هعمل فورس انسايد فورس وبعدين اسيبها، يحصل الاستيك يعمل ايه؟ هيبقى مش تاني يرجع لوضعه الطبيعي خلاص. معلش ثانية واحدة بس.
في حد طلب ريكوست انه يسجل حاجة، لو سمحتوا يعني ما يسجلش حاجة. اللي انا باي ذا واي فكرت ان هو عايز يخش الميتنج، فبدل ما انا فاكرة هي زينة او زياد، يا ريت تسألوا مين بدل ما انا اشيلهم من الميتنج اصلا. هي زينة او زياد؟ اوكي. فبقول عندنا دلوقتي لما باجي امسك رابر باند زي كده وبعمل فيه عمليه التنشن، فببص الاقي ان ايه الرابر ده بيبتدي يستطيل معايا، بيحصل له الونجيشن. لو انا شلت ايديا هيرجع تاني لشكله العادي. طب ايه الكلام ده بقى؟ بنقول عندنا في اي ماده، في اي ماده عندي، اوكي، لو انا جبت دلوقتي عندي حته رابر باند زي كده ماشي، وجبت بصباعي من هنا وصباعي من الناحية التانية وابتديت اشيل، ما فيش صورة تمام؟ يا دكتور، نعم يا نعم يا عبد، ما فيش صورة. ما فيش صورة. طب ما انا عامله لكم شير. لا لسه برسم. ظهر كده تمام يا عبد، برسم، انا برسم حاجة، اوكي. فلما باجي اشد كده، لما باجي اشد الحاجة اللي انا بعملها، اوكي، من هنا لهنا، ببص الاقي الطول بتاعه زاد. طيب ايه اللي انا عملت فيه؟ ان انا اثرت عليه بفورس مقدارها اف. الفورس دي بتعمل ايه؟ بتعمل تنشن هنا وبتعمل تنشن في الايه، في الطول بتاعي ده كله. اللينس ده حصل له زياده، اوكي، وفي نفس الوقت الرابر باند ده اتاثر بحاجه. طب ايه اللي حصل هنا؟ في عندنا بدايه من بدايه الايه، الحاجات بتاعه الستريس سترين كيرف، او لو حتى قلنا لود ديسبليسمنت، هلاقي عندي اللي بيحصل انا طول ما بشد الطول بتاعي بيزيد، طول ما بشد الطول بتاعي بيزيد، طول ما بشد الطول بيزيد، خلاص لغايه نقطه معينه. في اي ماده المفروض اللي بيحصل ان طول ما بعمل عمليه تنشن اللينس بتاعي بيبتدي يزيد، طالما ان الماده دي فيها جزء من دكتوريتي. طيب المنطقه دي هنسميها عندنا ايه؟ هنعرفها بعد شويه. الطول اللي زاده ده، الحته اللي زادها من هنا لهنا والحته اللي زادها من هنا لهنا، عملت عندي طول زياده بنسميه عندي دلتا ال. خلاص، يبقى الدلتا ال اللي انا قلت عليها دي هي عباره عن انها ايه؟ ده اللينس الاصلي ده ال، اوكي. مفيش صورة ظاهرة عند حد يا دكتور. مفيش صورة ظاهرة عند حد. طب ليه؟ طيب نحاول نعملها من الميتنج نفسه. تمام. انا عملت ستوب شيرنج، انا اسف اسف، معلش يا عم، ماشي. في حد دخل اللي هو، على فكره انا ما عملتش ستوب للشيرنج، في حد فيكم قلت لك لا زينه لا زياد، انا هشيل كل اللي فيهم زاد. نكمل محاضرتنا وبعدين نشوف الحاجة في الآخر. فبقول عندي دلوقتي ظهرت كده يا عبدو؟ تمام. خلاص، فقلت ان انا عندي الطول بتاعي اهو، ادي اللينس بتاعي، ده اللينس اللي هو كان ال اهو، خلاص، وده اللينس بتاعي اللي فيه زيادة ال بلس الدلتا ال. الطول بتاع الرابر باند زاد بمقدار الايه، الحته اللي من هنا لهنا لو جيت قستهم هلاقي في فرق زياده. طيب ده عندي حاجه هنسميها بقى ايه؟ هنسميها سترين. ليه بقى؟ لان لو جبت حته رابر باند كبيره قوي وشدتها الطول بتاعها هيزيد قوي. خلاص، فاحنا بنقول عندنا حاجه اسمها الدلتا ال على ال ال، بنسميها حاجه اسمها سترين. سترين، خلاص. طيب والفورس اللي انا مقصره بيها، السؤال بقى دلوقتي لو انا جبت جسم كده من نفس الماده، واحد فيهم رفيع كده قوي، خلاص معلش ده مش ماشي مظبوط، والتاني القطر بتاعه كبير كده من نفس الماده، ونقول المفروض ان اللانس بتاعهم كمان واحد، دي واحده نقصرهم. جبت جسمين كده كأني جبت قلمين بالظبط، واحد قلم رفيع وقلم ايه التاني الكروس سيكشن بتاعه كبير. القلم الرفيع ده خلاص الكروس سيكشن بتاعه
صغير ده اوكي، حاولت اقعد اشد 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 فيه. احنا قلنا زميلكو قال لو انا قعدت اشد زياده المفروض في الاخر الرابر باند هيتقطع. فانا دلوقتي لو جبت الجسم اللي هو دي اثرت عليه بفورس اف هنا، والتاني اثرت عليه باف، عشان ده يتقطع وده يتقطع، لا الكروس سكشن الكبير بتاعه محتاج ايه؟ نسال حد بقى، نجيب حد نسال. يوسف محمد، يوسف محمد بس، يوسف محمد يوسف محمد هو انت عبد الوحيد اللي انا عارفه تتكلم يعني؟ ما انا قلبت الباقيين. يوسف محمد ويوسف منصور، يوسف محمود ويوسف منصور مفتوحين دلوقتي. يوسف منصور هو اللي مش في الميتنج هشيل ولا ايه معايا؟ طيب بقول لك دلوقتي يوسف يا منصور، لو انا جبت دلوقتي قلمين زي اللي انا رسمهم في البرزنتيشن قدامك دول، حاجه قطر بتاعها كبير وحاجه قطر بتاعها رفيع، والاثنين دلوقتي او الماده دي وقعدت اشد اشد زي الرابر باند، هل الفورس اللي محتاجها اللي هما نفس الماده، الفورس اللي محتاجها الكروس سكشن بتاعه رفيع قد اللي محتاجها الكروس سكشن بتاعه كبير عشان يحصل فيه فراكشر عشان يتكسر يتقطع من بعضيه؟ لا مين اللي محتاج اكبر؟ اللي هو القطر بتاعه كبير، القطر بتاعه كبير. تمام كده، يبقى يوسف بتقول منطقي ان انا بالفعل القطر بتاعه كبير زي حاجه بالظبط. لو جبت لك جذع شجره كده او بتاع ده فرع شجره، واحد رفيع واحد تخين، اتنين من نفس الخام، بس لما اجي اكسر الاقي ان هو رفيع هياخد مني فورس قليله عشان ايه اكسره، والتاني كبير. فنفس الكلام لو انا بشد حاجه زي الرابر باند ده، واحد كروس سكشن بتاعه كبير واحد كروس سكشن بتاعه صغير، فهلاقي ان كل واحد بياخد فورس مختلف عن التاني. طب لما تبقى نفس الماتيريال، طب احنا ازاي ناخد دي نقول كبيره ودي صغيره؟ قلنا لك عشان كده بنقول في حاجه اسمها ستريس. ايه بقى ستريس دي؟ الستريس ده عباره عن ايه؟ عباره عن الفورس اللي انت بتتكلم عليها، واتيفر الفورس دي كبيره على اريا كبيره، او المفروض انها بتساوي الحاجه اللي الفورس بتاعتها صغيره على الاريا بتاعتها صغيره، طالما ان هما من سيم ماتيريال. خلاص، طيب انا دلوقتي في عندي حاجه ان الحاجه اللي هي قلنا ليها كروس سكشن كبير فبتاخد فورس كبيره على بال ما يحصل لها ايه فراكشر، او حتى كمان الطول بتاعها يزيد بمقدار واحد. الثانيه اللي هي الكروس سكشن بتاعها صغير هتاخد فورس اكبر لغايه ما يحصل لها فراكشر. طب الكلام ده بيترجم في ايه بقى؟ نبص تاني اللي انا بقول عليه اهو، ادي عندي الرابر باند اللي انا عماله بشده. انا بعمل ده كله ليه؟ عشان اشرح لك ايه ميكانيكال بروبس، لان لو قعدت قلت لك دلوقتي قدامي رود معمول من ستيل واشد واعمل محدش هيتخيل. فخلينا نقول الرابر باند اهو بشد بعمل تنشن، لو شلت سبته لحدود معينه هيرجع تاني. طب في وقت معين مش هيرجع؟ الوقت ده هنقول هو ايه دلوقتي؟ جبت رابر باند كبير فعايز فورس اكبر عشان يبتدي ايه يتقطع، يبقى الاف اوفر اريا بنسميها ستريس، والدلتا ال على ال هي اللي بنسميها عندنا استرين. اهي تاني نفس الحكايه، واحنا بنشد كده ايه اللي بيحصل عندنا؟ بتظهر عندنا المنطقة دي. لو شديت ورجعت تاني الخط عندي العلاقة ما بين السترين والستريس اللي هما هنا الفورس اوفر اريا، والسترين اللي هو الدلتا ال على ال التغير اللي حصل في اللينس بتاعي على اللينس الاصلي، او التغير اللي حصل في كروس سكشن على كروس سكشن الاصلي الاريا الاصلية بيديني السترين. انا اقعد اشد كده ابص الاقي ايه الرابر باند عمال يطول يطول لغاية حد معين. طيب الحد ده بقى بنسميه عندي بعد كده ايه؟ المنطقة دي بنسميها عندنا ايه؟ منطقة ايدي بنسميها الالاستيك زون. يبقى المنطقه الاولانيه اللي انا بشد فيها الرابر باند دي بسميها الاستيك زون. يعني ايه الاستيك زون؟ يعني الماده قادره على ان انا لو عملت اثرت عليها باي لود ورجعت تاني وسبته عملت ريليز للود ده هترجع تاني لشكلها الاصلي، الابعاد بتاعتها الاصليه. طيب نيجي عندنا بقى حاجه كمان، طب امال بعد كده؟ بعد كده في منطقه تانية. ايه المنطقه التانية دي؟ المنطقه التانية دي من اول بقى لو بتكلم على معدن في نقطة معينة، النقطة دي اهي دي بنسميها عندي بلاستيك زون، النقطة دي بنسميها عندي ييلد بوينت او ييلد ستريس. الييلد ستريس دي نقطة معينة ما بقاش فيها علاقة لينير ما بين السترين والستريس، بعديها تبتدي المادة بتاعتي يحصل فيها تشكل، يحصل فيها بيرمنت ديفورميشن. يعني زي ما اجيب مسمار كده واتنيه، هل بعد ما تنيت المسمار بالشاكوش هيرجع تاني؟ مش هيرجع، خلاص هيفضل شكله ثابت.
زي ما جيب ماسوره زي اللي موجوده في البنشات بتاعت الكليه وملفوفه او متنيه بزاويه معينه، بعد ما اثر فيها ما ترجعش تاني، يبقى ده اسمه بيرمنت او بلاستيك ديفورميشن. طب هي هتفضل على طول اتني وما يحصلش حاجه بعد كده؟ لا، في منطقه بعد النقطه العاليه دي اللي انا بشاور عليها، دي منطقه دي اللي هي البلاستيك ديفورميشن، والنقطه دي اللي هي اليلد ستريس او اليلد سترينث. في منطقه بعد كده المنطقه سي اللي هي اخر نقطه هنا فيها النقطه اللي بنسميها عندي نقطه ام اللي هي الالتيميت تنسايل سترينث. طيب ايه بقى الكلام ده كله وايه وجع الدماغ ده؟ نقول عندنا الالاستيك زون دي بنستغلها في كل ابلكيشن لاي منتج انت بتستعمله، كرسي انا قاعد عليه، بنش بحمل عليه، عندك سلم في البيت بتطلع على السلالم اللي هي وبتقف عليه ده عشان تعمل حاجه، كل الحاجات دي اللي انت بتستعملها، حاطط مكتب وقاعد عليه، كل الحاجات دي انت فعليا في المواد بتستخدمها، الاسانسير او الاليفيتور اللي عندك في البيت، خلاص الروب اللي بيسحب الاسانسير ده في الالاستيك ما يحصلوش تشكل. اوكي، الكرسي لو انا حاطه كرسي رجليه معدن زي بتاع البنش بتاعنا ده، بنقول لو قعدنا عليه بنقوم ونقعد الارتفاع بتاع البنش زي ما هو، رجلين الكرسي وارتفاعها زي ما هي، خلاص. فبنقول عندي حكايه الالاستيك ديفورميشن زون دي بيستغلوها الديزاينر. خلاص، بيقول ان ده عندي بيعمل هنا ايه بمنطقه بتاعتي الالاستيك ديفورميشن. طب هو ديزاينر بيحط على ان هو الماده هتتعرض لستريس لغايه اليلد سترينث؟ لا، ده بيحط ان الماده كانها هيحرضها لستريس لغايه مثلا نص المنطقه دي او اقل منها. خلاص، عشان مثلا الكرسي ده احنا كنا عاملينه على ان واحد يقعد عليه، بنقول مثلا وزنه 150 كيلو، جه واحد وزنه 200 كيلو قعد عليه ما يتكسرش او ما يبتديش، لو هو معدن ما يبتديش رجليه مثلا تتني زياده او تتكسر وهكذا. خلاص، فبقول عندي منطقه الالاستيك ديفورميشن هي المنطقه اللي احنا الكباري معموله في الالاستيك. خلاص، لان الكوبري مثلا لو عمله في البلاستيك ديفورميشن يبقى المفروض لما العربيات تكتر عليه يحصل فيه ديفلكشن كده، يبقى ثابت خلاص يبوظ، ما ينفعش ايه يبقى بعد كده، يبقى كل شويه تمشي عليه عربيات يبتدي يحصل له ديفورميشن لغايه في الاخر ما يبتدي يحصل له فيلير بالشكل ده. اوكي، فنرجع تاني هنا عندنا بالراحه، هو في حد عايز يسال في حاجه؟ انا هوقف في نقطه معينه اللي عايز يسال. منطقه الالاستيك ديفورميشن اهي المنطقه اللي دايما فيها عندي لينير ريليشن ما بين الاستريس والسترين، ازود بتاع ده ابعد الصباعين بتوعي بالرابر باند، الايه الطول بتاعي يزيد، والرابر باند يحس ان عليه استريس كبير بيتاثر عمال يتاثر، ابتدي اعدي اليلد بوينت ابص الاقي المعدن ابتدى ايه يتغير، اول ما اوصل لنقطه ام دي اللي هي الالتيميت تنسال سترينث ابص الاقي الماده بيبتدي يحصل فيها عندي ايه، هنا بنقول نسمي النقطه دي ايه، بنسميها اكتبها هنا اهي تنسايل سترينث او بنسميها اليو تي اس. اوكي، اليو تي اس عشان البتاع ده مش سهل في الايه في ان انا اقعد اكتب عليه. اوكي، يبقى النقطة دي عندنا في نقط مهمة، النقطة دي من النقط المهمة، النقطة دي مهمة جدا عشان الناس اللي بيعملوا ايه بقى. طب احنا ايه داخلين في كل الكلام ده؟ احنا دلوقتي واحنا في الورك شوب هنتكلم على حاجات معينة اللي هي ايه؟ هنتكلم على بروسيس معينة. طب ايه داخل البروسيس في الكلام ده؟ ولا حاجة. هو انا البروسيس اللي عندي دي لو انا جبت دلوقتي جبت لك بايب وقلت لك هنتنيها، لو جبت شيت وقلت هنعمل له بندنج هنتنيه في صورة زاوية، عارفين الصندوق مثلا اللي هو محطوط فيه بتاع ده الكهرباء اللي موجود في الكلية، او مثلا الكنترول يونت بتاعت اي حاجة، الكفر شيت او جسم مثلا زي الكفر بتاع الغسالة اللي عندك اللي بره ده الجسم الخارجي، بفي زوايا بيتني ازاي؟ بيجيبوا شيت وبعدين يتنوه بزوايا. طب لما بيتنوه ده كده بقى ثابت، يبقى ده في انهي منطقه؟ المفروض ان هو في منطقه الايه البلاستيك ديفورميشن زون. خلاص، فاحنا فعليا عندنا في البروس اللي احنا بنصنع بنقوله لك اي حاجه فيها فورمينج فانا ببقى في المنطقه اللي هي بعد اليلد ستريس، اي يوزر بيستعمل الحاجات دي بيبقى هو في المنطقه بتاعه الالاستيك ديفورميشن زون. يعني انت افرض خبطت رجليك في الجسم بتاع الغساله تقوم خلاص تطبق؟ لا طبعا، ده انت يبقى الشيت ده ايه كلام، خلاص لازم يبقى ليه سترانس يلد سترانس مناسبه عشان ما ايه يعني انت حتى لما تخبط فيه خلاص هيتردم تاني مكان. طيب نوقف دي عشان لو حد في ناس عايزه تسال، في حريه. حاضر يا حريه، اتفضلي يا حريه، اتفضلي يا حريه. حريه محمد، اتفضلي. ايوه يا دكتور، انا سامعاك. معلش يا دكتور انا دخلت متاخر شويه.
انا دخلت متاخر شويه فانا مش فاهمه حضرتك بتتكلمي عن ايه. عايده تاني، حاضر عايده تاني. العنوان طيب حاضر، ينفع حضرتك تترجمي المصطلحات بس بالعربي لاني مش حاضر هقولها والله. حاضر حاضر. استرس يعني اجهاد، استرين يعني انفعال، ده العربي بتاعهم على فكره. ما فرق، فرقوا حاجه؟ لا انا قصدي الالاستيك زون والبلاستيك زون والحاجات دي. حاضر، دي اسمها حد خضوع ودي اسمها حد الكسر. ما هي بقولك مش يعني مش فارقه قوي. حد خضوع دي حلوه. انا عشان ما كنتش داخله من الاول فيمكن ما كنتش فاهمه الموضوع بيتكلم عن ايه اصلا. ماشي، ده اسمه حد خضوع، يعني الماده بقت بتخضع للايه، للستريس اللي انت حطيته لها. وكويس كده. طيب شاهد، عايز تسال على حاجه ولا عايزه تستفسر بس عشان المحاضره كده احنا متاخرين اصلا. اتفضلي يا شاهد. هو يا دكتورة هو انا اتلخبطت، الالاستيك دي اللي بتتشكل ولا لا؟ يعني لا ثواني، بصي الالاستيك دي زي الرابر باند، اشده واسيبه يرجع تاني. كويس، تمام. يعني يعني انا قعدت على الكرسي دلوقتي وقمت انا ما حسيتش باختلاف، صح؟ لكن لما اجي اجيب مثلا بتاع ده الرجلين اللي هي بتاعه البنش دي كانت ماسوره طويله وبيتنوها، طب اللي بيصنعه ده ما يدمنوش الجديد انه الرجل دي لا ما هزله ايديكم لان انا لسه ما وقفتش عند حته معينه، هشرح وارجع تاني. لما بتني الرجل دي خلاص المفروض التكنيشن عملها وجيت تاني يوم يلاقي الرجل زي ما هي، البنش يقف 20 سنه زي ما هو طالما ما تعرضش لحاجه تخليه يبتدي يزيد تشكله اكتر. طيب. او تعمل له انهيار بعد كده يبتدي يتكسر من بعض. خلاص؟ طيب. تمام؟ ماشي يا شباب. نشوف حد تاني بس عشان ايه؟ مين تاني؟ شهد خلاص. خالد. ياسين، ناخد واحد ونعدي واحد معلش. ياسين، خير يا ياسين؟ ياسين، ياسين صلاح، رفرف ايديك نشيله بقى ولا ياسين صلاح؟ مفيش ياسين. خالد، خالد، خالد محمد، خالد محمد، خالد محمد، عايز تسأل في حاجة ولا رافع ايدك كده ونسيها؟ ايوه ايوه حضرتك. اتفضل. ايوه عايز اسأل. اتفضل. هو بس عايز بس الرموز اللي هي اللي هي فوق على الشمال دي، عايز اعرف بس هي بتشير ليه، والكلمة اللي فوق خالص فوق الكيرف ده. حاضر حاضر حاضر. الرموز ال تي اس او اليو تي اس هي ال ultimate tensile strength. طب بص هقولك على حاجة، هرجع تاني خالص للمكان اللي فيه الديفينيشن بتاعه الميكانيكال بروبرتيز. هما مكتوبين هنا على فكره عشان ما تقلقوش. التنسايل سترينث او اليو تي اس هما الاثنين نفس الكلام، يعني لو جيت هنا كتبت كده التيميت تنسايل سترينث هي نفسها التنسايل سترينث، هي دي اهي مكتوبه انا شايفها شفتها اللي هي اقصى. بص كده مفهومها هي ايه؟ اقصى حمل او اقصى اجهاد الماده تقدر تستحمله. ايه هو الاجهاد؟ اللي هو قلنا الفورس مقسومه على كروس سكشن اريا. خلاص، حاجه بتضغط كانك بتضغط عليها كده او كانك بتشدها، فاقصى حاجه تقدر تقاوم بعديها وبعد كده الماده تتكسر. ده بابسط حاجه، ما اقدرش اخش معاك في اكتر من كده عشان الدنيا ما تتلخبطش معاك. اوكي يا ياسين. دكتور ياسمين، هاي كنت قلتي لي من شويه ياسمين صلاح بس المايك ما كانش راضي يفتح. ماشي ياسمين. طيب هو انا ما كنتش أنا بس أسف. انا اسف شفتها ياسين، انا اسف ما شفتش الام والله. ها طيب هو ايه علاقه السترين بالستريس دلوقتي؟ انا مش فاهمه. طيب. واحنا ليه ربطنا بعض؟ طب اقول لك على حاجه، هو انا لو مسكت الرابر باند ده وبحرك صباعيني بعيد عن بعض بعمل ايه؟ بعمل ديسبليس، صح؟ تمام. الواير الرابر باند يحس بايه؟ هيحس بالفورس. لو انا رحت جبت رابر باند كبير او حاجه من نفس ماده الرابر باند ده بس قطرها كبير، قطرها مثلا 10 مللي، اوكي، وجيت برضو ببعد صباعيني عن بعض، هل التاني هيستجيب معايا بسهوله؟ لا، ساعتها تبقى اصعب اكتر. حلو، فده عشان كده قلت لك ايه بقى، عشان نخلص من الحكايه دي قلت لك كل ماده فعليا ما هي ماده واحده. بتكلم مثلا على حديد تسليح اللي هو في الشارع ده بتشوفيه بيبنوا بيه عمارات، جايب مره حديد تسليح قطره كبير كده مثلا حوالي مثلا 20 مللي او 30، والتاني مثلا ايه حاجه 5 مللي. خلاص، لو هو بيحط ده مثلا وبيحاول يشده على مكنه مش على ايدينا بقى، يلاقي ده ما يقعد يشد يشد ممكن ما يتاثرش قوي، عايز يحط فورس كبيره. فعشان كده رحنا قايلين ايه، الاستريس ده ترجمة كلمة الفورس اللي المادة بتحس بيه. فورس
على الكروس سكشن بتاعها، هو ده، ما هي كبيره فمستحمله، رفيعه الفورس بتاعت على الكروس سكشن بتاعها، هيبقى ايه اقل فورس احطها عليها، هتحس بان عليها ستريس كبير فتقوم تتغير معايا بالسهوله. تمام. طب هو ده علاقته باللي احنا بنقوله كله؟ احنا فعليا مش هنتعرض، او مش حاجه اسمع لك عرفي لي يعني ايه ستريس ويعني ايه سترين، انا ممكن اقول لك هو ايه على ايه مثلا، لكن عرفي دي انا عايزه نفهم المينينج بتاعها، ايه المينينج بتاعها، المينينج للسبب، عشان انا لما اجي اتكلم بعد كده على بروسيس عندي بقول حاجه اسمها فورمينج، عمليات فورمينج. يعني ايه عمليات فورمينج؟ يعني انا بجيب الماده عندي وابتدي مثلا اثر عليها بحمل، اضغط عليها او اشدها، فيقوم الكروس سكشن بتاعها يتغير، او اعمل لها غير شكلها، اخليها بزاويه مثلا شيك كده، واروح عاملاه زاويه 90 درجه. اوكي. الوشم اللي هي زي الصاج، تسمع عن حاجه اسمها صاج كده مؤقت لغايه ما تشوفها معانا، الشيتس لوح معدني خلاص، زي حاجه كده زي ورق الالومنيوم فويل، بس ده فويل، احنا التاني بيبقى تخين شويه يعني. اجتني بلاش الماسوره اللي هي في البنش دي، كلكم اكيد فاكرين البنشات او دخلتوا البنش بتاع الكليه، البنش ده عباره عن ماسوره، اما اجي اتنيها كده بتنيها بزاويه، فلازم تبقى ايه تثبت، فده يبقى اسمه بلاستيك ديفورميشن. عشان تعمل بلاستيك ديفورميشن يبقى انا لازم اعدي النقطه اللي اسمها ايه، بلاش الكيرف ده عشان هيجنني، فده لازم اوصل لنقطه الايه اللي هي اليلد سترانس. اليلد سترانس دي الستريس اللي انا نيد ان انا اعديه، لازم ازيد الايه اليلد ستريس ده عشان اقدر اعمل حاجه اسمها بيرمن ديفورميشن في الماده. ايه بيرمن ديفورميشن في الماده؟ يعني الماده تتشكل تشكل دايم. تمام، واضحه؟ تمام. ماشي، لا خلاص كده، يبقى احنا كده فهمنا ايه هي اليلد، وفهمنا اليو تي اس. اليو تي اس دي ما تفرقش معانا احنا، احنا فعليا احنا في الورشه واحنا بنعمل حاجات فورمي، احنا مش هنوصل لدي. اوكي. الناس بقى اللي خافوا، اللي مثلا عامل بتاع ده يعني عدوها، اللي هم عايزين يعملوا فراكشر في حاجه، واحد مثلا عنده بتاع ده مناجم او حاجه وبفكر، يبقى هو عايز يتعدى الاستريس ده. لكن احنا دايما في حياتنا احنا كبني ادمين بنستعمل حاجات. اوكي. اي ستريس بستعمله المفروض ان هو على الماده دي وزن الايه الالاستيك، يعني في المجال بتاع الالاستيك زون، اللي هو لما اقوم من على الكرسي، لما الكوبري يفضى، لما الكوبري الناس تزيد عليه، هو بيلعب في الحته دي، ما ينفعش الكوبري يبقى في المنطقه دي، الكوبري ما ينفعش يبقى في المنطقه دي. انما الستيل اللي اتصنع منه الكوبري، اتصنع ازاي الستيل؟ عملوا له عمليه فورمينج، اللي هي الزاويه اللي هي السكشنز الاي بيمز والحاجات دي بتتصنع في مصنع، فهي معمول لها بلاستيك ديفورميشن. لكن الكوبري نفسه ما يتشكلش، لو يتشكل يبقى الكوبري خلاص شويه وهينهار. واضحه؟ وصلت كده سهله؟ محدش بينطق طبعا خلاص. أيوة، فده بيقول تاني. تمام ماشي. يبقى الفورس اوفر اريا ده اللي هو ما يناظر عندي كلمه ستريس، كانه بالظبط كاني بجيب حاجه واضغط عليها خلاص، او بشدها سيان دي كده او دي كده. الطول اللي زاد عندي، طول الرابر باند لما مسكته لغايه لما اتقطع، الطول الاصلي كله، الطول الزياده كلها على الطول الاصلي، حاجه بنسميها عندي داكتيليتي. امال الله سترين، ما هو ده السترين اللي بتتكسر عنده الماده. يعني ايه؟ يعني انا قعدت اشد اشد اشد، ده طبعا مش شكل الرابر باند على فكره، ده اي ماده يعني تاني خلاص، خلينا نقول مثلا الومنيوم، قعدت اشد حته الالومنيوم دي لغايه لما اتكسرت، وصلت لنقطه اف. السترين اللي تحت ده كله اللي اتكسرت عنده بنسميه ايبسلون اف. طب ايبسلون اف دي هي ايه؟ ده ما يناظر الدكتيليتي بتاعت الماده. الله، يعني ايه الكلام الغريب اللي احنا عاملين نسمعه ده؟ ولا حاجه. شايفين الاربع كيرفات دول هيحلوا لنا الموضوع خلاص، الاربع كيرفات دول لاربع ماتيريالز مختلفين. اوكي. دي ماده ودي ماده ودي ماده ودي ماده. في هنا عندي، هل الفراكشر سترين بتاعهم كلهم زي بعض؟ النقطه اللي اتكسروا عندها كلهم قد بعض؟ لو نزلت هنا كده على الايه، على الهوريزونتال اكسيس ده، كلهم زي بعض عند نفس المكان؟ مين يجاوب؟ ثواني نجيب حد يجاوب معانا. ايمان محمود، ثواني يا ايمان، اتفضلي يا ايمان. ايمان هتجاوبي يا ايمان ولا مش هتجاوبي؟ شهد رفع دي، شهد انا سبتك ولا شلتك؟ طب ثواني اعملي فاهمين، ما انا عاملاكي ردي يا شهد، ردي اتفضلي يا شهد. شهد مش معانا، ياسمين معانا؟ مش رافعة ايديها.
ياسمين دكتورة محمد. جاوبي ياسمين، انا نسيت كنت بسأل فيه، مش عارفة شهد مش عارفة تفصل ليه. ها انا نسيت السؤال وحياتك، وانا نسيت اساسا انا كنت بسألك في ايه، ثواني عشان انا مش عارفة هي ليه مش، لا ده انا هعملها ريموف من الميتنج. يا دي شهد هي شهد رفع ايديها بس مش عارفة، مش عايز ترد ليه. خلاص اوكي، ممكن المايك يبقى فيه مشكلة عندها. طيب لو رجعنا تاني للسلايد بتاعتنا، كنت بسأل على حاجة، الماتيريالز الأربعة دول هل عندهم بيتكسروا عند سترين واحد؟ سترين لا. اللي هو على الهوريزونتال اكسيس. طب مين أكبر واحد عنده سترين لما بيتكسر؟ اللي تحت خالص البوت. حلو قوي، برافو، كويس. طب مين أكبر واحد عنده نقطة أعلى ستريس بيستحمله لغاية لما يتكسر؟ أول واحدة الأزرق. برافو، حلو جدا. طب بس السؤال بقى، طب نسيبك انت بقى معلش نجيب حد تاني. يوسف حسنين، يوسف حسنين. ايوه دكتور. يوسف حسنين ايه رايك معانا في السلايد دي؟ تقول لي بقى صاحبتك قالت او زميلتك قالت، ياسمين قالت ان احنا عندنا، لا مش كلهم عندهم فراكشر سترين قد بعض، اكتر واحده بتتكسر وبتاخد استراكشر سترين كبير اللي هو لونه البربل او البنفسجي صح، واكتر واحد عنده سترينس عالي او ستريس يستحمله لغايه لما يتكسر ايه الازرق ده، كويس كده. طب انا هسالك سؤال، هل الاربعه كيرفز دول كلهم عندهم الاستيك زون ولا ما عندهمش؟ اللي الحته اللي مع الازرق كلهم فيهم الاستيك. تاني نرجع، هي فين الازرق؟ ثواني، الاستيك اللي هي دي الخط اللي هو لينير ما بين الاسترس وما بين السترين. الاربعه دول اللي انا جايباهم مين فيهم كلهم عندهم إلاستيك ولا ما عندهمش؟ لا كلهم عندهم. برافو. طب كلهم عندهم بلاستيك زون؟ هي دي بقى الإجابة اللي انت هتجاوبها. الأزرق ما عندوش. الأزرق ما عندوش. الأحمر عنده حتة صغيرة. برافو، كويس قوي. طيب تعالى، يبقى احنا عندنا دلوقتي بقى الأزرق ده ما عندوش بلاستيك ديفورميشن زون، الأحمر عنده حتة صغيرة جدا، واللي تحتيه عنده حتة كبيرة، التاني ده سيبك منه ده بوليمر عنده مش ما عندوش، بس انا مش هعرف اتعامل معاه زي الحاجات التانية. خلينا نتكلم على الثلاثة اللي فوق. طيب هو انا بقى ليه بتكلم برضو على ده؟ بتكلم عشان اجي اقول لك ان في مواد يعني ممكن شفتوها في الورك شوب قالوا لكم عليها، يعني احنا عندنا ميتالز، الميتالز المفروض ان انا اقدر اشكلها، لا ده مش كله، لا وفيرس مش كلهم اقدر اشكله صح. جم قالوا لكم على حاجه اسمها كاست ايرون، قالوا لك الكاست ايرون عمرك ما هتلاقيه بقدر اعمله تشكيل، يعني ما اعملش حديد تسليح كاست ايرون ما اقدرش اعمله. الطريقه اللي بشكل بيها حديد التسليح دي عمليه فورمي، فلازم ان الحديد التسليح ده يبقى عنده منطقه بلاستيك ديفورميشن كبيره زي اللي فوق دي، يبقى عنده منطقه كبيره زي دي او زي اللي انا كنت برسمها هنا، يبقى عنده منطقه كبيره زي البي دي. طب اللي ما عندوش الا حته صغيره مش هيستحمل اول ما اجي اقصر عليه بحمل عشان اشده او اضغطه او اتنيه يروح مكسور خلاص. طب هما الكيرفات اللي هنا دي ايه؟ الازرق ده بيمثل حاجه زي السيراميك او الجلاس، الجلاس بالفعل ما يستحملش، الجلاس عنده لينير بس عنده سترينس عالي تمام، يستحمل ستريس كبير اوكي. تحتيه ده مثلا هاي كاربون او هكاست ايرون، لا ده هاي كاربون خلاص، نلاقي عنده الديفورميشن صغير قليل. تحت ده حاجه اسمها لو كاربون ستيل، لو كاربون ستيل بلاقي عنده منطقه ديفورميشن كبيره. طيب الحته بقى بتاعه الفراكشر سترين اللي هي كانت موجوده هنا، النقطه اللي انكسرت عندها الماده اللي هي نقطه اف تنظر سترين كام، فرقت معانا ليه بقى؟ الحاجات اللي هي عندها سترين كبير خلاص، فعندها حاجه اسمها ضكتيليتي، اكبر واحد عنده ضكتيليتي شيء طبيعي هيبقى البوليمرز البلاستيك، حاجات زي رابر بان عندهم اقدر اشد 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 ويطول، ده ممكن طوله يطول اكتر من 100 مره من الطول بتاعه، يعني اكتر من 100% قصدي الطول بتاعه خلاص، يعني لو طوله مثلا 2 سم يبقى طول الحته دي ممكن يبقى 2 سم يبقى 4 سم اوكي. الميتالز ما بيحصلش بالطريقه دي، يبقى 10% 5% حاجات قليله اوكي. يبقى تاني عشان نكونكلود اللي احنا عايزينه من الكيرف بتاعنا ايه، الحاجه اللي بنسميها ضكتيليتي هي بتمثل عندي الفراكشر من اول السترين اللي شديت عنده الماده لغايه ما اتكسرت عنده، ده بنسميه فراكشر سترين اللي هو مناظر بيعبر عن ضكتيليتي بتاع الماده. يبقى مثلا الاخضر عنده ضكتيليتي اكبر من الاحمر، والاحمر مش فارق قوي من الازرق بس يعني. اوكي تمام يا جماعه، الناس اللي هنسيبها كويس تمام يا دكتور؟ واضح تمام يا دكتور. تمام. يبقى دلوقتي عندنا لما نيجي نقول تاني، يبقى احنا في عندنا، انا بقول ده ليه عشان نفهم يعني ايه سترينث،
يعني ايه toughness، يعني ايه ductility، يعني ايه بتاع ده strength بتاعت المادة، يعني ايه strength yield، قلنا ان ده عندها yield ودي عندها yield. المادة اللي زي الازاز دي او زي السيراميك، النقطة اللي بتوصل فيها الاخر الالاستيك هي النقطة اللي بتتكسر عندها، اوكي؟ لكن هنا في yield point، هنا في yield، هنا برضو في، خلاص؟ ولكن يبقى احنا دلوقتي عرفنا حاجتين تلاتة، عرفنا الدكتيريتي، عرفنا التنسال سترينث، هنعرف بقى ايه التفنس والكلام ده كله. طب لو جيت سألت دلوقتي الكيرفين اللي قدامي، في واحد احمر وواحد ازرق، صح؟ مين فيهم عنده فراكشر سترين اكبر؟ نجيب حد يجاوب. ياسمين لا، خالد محمد ما جاوبش عليا من شويه، جاوب يا خالد. خالد محمد هو الاحمر. الاحمر، كويس قوي. طيب خالد خليك معايا، اللي عنده الاحمر صح كده؟ طيب لو احنا جينا، انتوا شايفين السترين كامله صح؟ ظهر قدامك كامله مش كده؟ تماما. مين عنده اكبر سترينث، الاحمر ولا الازرق؟ سترين، ستريس، يستحمل ستريس لغايه لما يتكسر، اكبر نقطه يتكسر عندها الازرق. حلوه، الازرق عنده ستريس عالي صح كده؟ هيستحمل ستريس، السترينث بتاعته عاليه، اوكي؟ يعني بيستحمل اجهادات كبيره عن التاني الاحمر لغايه لما يتكسر، تمام؟ ولما بيتكسر بيتكسر طوله ما بيكونش زاد قوي، فعنده ضكتيليتي قليله، تمام كده يا خالد؟ تمام. تمام؟ طيب الاحمر الطول بتاعه بيكبر كتير لغايه لما يتكسر، ولكن ما بيستحملش ستريسز عاليه قوي لغايه لما يحصل له يضعف وبعد كده يتكسر عند نقطه بي او نقطه بي داش، ولكن نسبيا في ضكتيليتي كبيره. طيب ايه بقى علاقه اللي انا بقوله؟ لما اقول دي ماده ضكتيل، ايه بريتل وضكتيل؟ دي ضكتيل عشان عندها ضكتيليتي كبيره، الطول بتاعها اللي بتتكسر عنده كبير، صح؟ الطول اللي هتطوله لغايه لما تتكسر بالنسبه لطولها الاصلي كبير، يعني الدلتا ال على ال بتاعتها عند الفراكشر كبيره عند نقطه الكسر. الازرق اقل. طيب يبقى ده ضكتيل وده بريتل، اوكي؟ البريتل اللي طوله ما بيزيدش. طب ليه تعريف تاني؟ ليه؟ في خير؟ احنا معانا حد اسمه لؤي. اوكي عملت لك اكسبت يا لؤي، مش عايز دي، خلاص مش تبعنا، اوكي؟ فدلوقتي بقول عندي يبقى انا في حاجتين، في حاجه اسمها ضكتيل وحاجه اسمها بريتل، في حاجه اسمها طف. ايه طف دي بقى؟ طفنس. يعني ايه طفنس؟ دايما كنت بعرفها للناس اقول لهم لو قدامك شباك في البيت كده ازاز مثلا، خلاص تخيل ان احنا جبنا الضرفه الازاز دي، شلنا واحده زيها، يعني مره حطينا الضرفه الازاز ومره حطينا مكان الازاز ده لوح بلاستيك شفاف، ومره تانية شلنا اللوح الشفاف ده وحطينا مكانه شيت كده من ايه، من الومنيوم، يعني لوح الومنيوم كده ورحنا حاطينه مكان، خلاص. وفي كل مره اقف على بعد متر مثلا وامسك كوره مثلا وزنها كيلو واروح خبطه، اول مره اخبط الايه الازاز، ثاني مره الضرفه الثانيه اللي انا حطيتها اللي هي محطوط فيها البلاستيك الشفاف، اوكي، وبعد كده رحت جايبه في الثالثه، رحت جايبه الضرفه اللي هي فيها الايه اللوح الالومنيوم اللي هو حطاه مكان الازاز بتاعي، يعني بشيل الازاز واحط مكانه حاجه. تتخيل ايه يا حوريه اللي يحصل يا حوريه؟ حوريه معانا ولا مشي؟ طب بلاش حوريه. عبد الرحمن طه، عبد الرحمن طه. دكتور هيحصل ايه يا عبد الرحمن؟ معلش بس ممكن سؤال تاني عشان انت كان بيقطع. لا ده كده عايد لك كتير قوي. حوريه سامعني؟ خالد محمد كنت معايا صح؟ خالد محمد، ياسمين؟ ايوه دكتور. تعرف تجاوب ياسمين على ايه اللي هيحصل ولا ما كنتيش سامعاني برضو؟ لا كنت سامعه حضرتك. طيب. هو طيب. المفروض ان الازاز هيتكسر، الازاز هيتكسر على طول صح كده؟ تمام ماشي. ثواني بقى عشان معلش انا عايزك تبقى سامع الناس اللي انا بخليها كده. ياسمين ماشي، ياسمين الازاز هيتكسر على طول ياسمين، وبعدين؟ بس لكن الالومنيوم هيستحمل طبعا. حلو، طب والبلاستيك ياسمين؟ هيستحمل برضه. تمام.
طيب يبقى انا دلوقتي عندي لا مش هيستحمل. بص الازاز هيروح عامل مكانه كده نقطه، مكان الحمل اللي انا رميته ده هيعمل نقطه كده زي بالظبط ما يكون معاكي بتاع ده شاكوش كده وخبطتي في نص ايه حاجه معدنيه صح، تروح معلمه مكانها. البلاستيك لو هو البلاستيك هيروح عامل شرخ شرخ بس مش هيتكسر، مش هيكسر، هيفضل ماسك في بعض. طب نترجم بقى الكلام ده في ايه؟ ان يعني في عندنا حاجه اسمها طفنس. يعني ايه طفنس؟ الماده انتوا رافعين ايديكم دلوقتي واجز افتح الناس ما تقولش حاجه. طب حاضر هجيبكم تاني. فبقول عندنا دلوقتي يبقى انا الماده عندي في حاجه، في ماده طف وفي ماده بريتل. ايه الطف؟ الماده الطف دي لازم يبقى عندها حاجتين، عندها سترينث مش قليله يعني زي دي كده مقارنه بدي مش قليله، وعندها دكتيلتي كبيره. طب هل ينفع سؤال بقى لو رجعنا للصوره دي، هل ينفع اقول على البوليمر عنده طفنس عاليه؟ ياسمين ايه يا دكتور، هل ينفع اقول على البوليمر ان عنده طفنس عاليه ولا عنده دكتيلتي كبيره؟ لا هو عنده دكتيلتي كبيره. حلو، ما عندوش طفنس. طب لو جيت بصيت مين اللي عنده طفنس كبير؟ اللي هو الازرق. الازرق؟ طب بصي كده اقول لك تعرفيها منين. الازرق عنده سترينث، هو عنده دكتيلتي؟ لا ما عندوش. لا بريتل، ما ينفعش يبقى طف. كويس، اللي يبقى عنده دكتيلتي كبيره ماشي وسترينث كبيره. بص المساحه الاري اندر ذا كيرف، لو احنا ثواني اجيبها برزنتيشن كده اقولها لكم. لو احنا جينا هنا خدنا المساحه دي كلها اوكي، المساحه دي قد المساحه بتاعه ده، لو نزلت كده منه راسي هي المساحه واحده. لا طبعا لما بقول المساحه دي بتعبر عن الانرجي اللي الماده تاخدها. يعني ايه الانرجي اللي الماده بتاخدها؟ يعني الماده دي عشان اكسرها فانا عايزه احط عليها ستريس، احط عليها ايه، اديها طاقه كبيره قوي عشان تنكسر اوكي. لكن الماده اللي هي زي ده الازرق ده على فكره زي الازاز، زي يبقى طف الازاز كان بريتي خلاص. يبقى حاجه ايوه لازم يكون عنده سترينث مع دكتيلتي. يعني هي الريزلت بتاعت مين؟ بتاعت سترينث مع دكتيلتي هي اللي تديني الطفنس العالي ده. اقل ابسط حاجه نبقى فاهمينها. فالكيرفين اللي هما الاحمر والازرق دول بيمثلوا لي الاحمر ده ده ماده دكتيل بلس طف، ما هي زي البوليمر. البوليمر اللي طالع عندي دي عندها شويه دكتيلتي بس لكن ما عندهاش سترينث كبيره، هو بالتالي ما عندهاش طفنس كبير. اللي عنده طفنس ده المعدن ده عنده طفنس وعنده دكتيلتي، المعدن ده بريتل بس اوكي. يبقى احنا دلوقتي فهمنا يعني ايه دكتيل ويعني ايه بريتل خلاص، عرفنا اللي بتاع دوت ايه اليلد سترينث بتاعت الماده، وعرفنا ايه اللي هي التنسايل سترينث بتاعت الماده اوكي. وباقي كلمة واحدة ايه هي الهاردنس بقى؟ الهاردنس دي اللي هي صلادة الخدش، بيسموها بالعربي صلادة الخدش. يعني لو انا معايا دلوقتي مسمار اوكي وقدامي بنش مثلا خشب تمام؟ نجيب بقى مين يجاوب؟ جهاد؟ لا بلاش جهاد، نجيب حد علاء ولا آلاء؟ انا مش عارفة جهاد وعلاء زياد مصطفى. زياد مصطفى مش عايز تشيل. زياد مصطفى هو انتوا رافعين ايديكم بس؟ زياد مصطفى ايوه يا دكتور زياد. طب معلش كنت بقول يا زياد كنا بنتكلم على الدكتيلتي والسترينث. بتكلم بقى دلوقتي على الهاردنس ماشي، اللي هي بيسموها بالعربي عشان تسالوا عن المعنى العربي او الترجمه اللي هو اسمها صلاده الخدش. طيب لو انا جبت المسمار دلوقتي يا زياد وجيت عندي الخشب قدامي بنش خشب ومسكت المسمار، ايه اللي هيعمله في الخشب وقعدت امشي بيه على الخشب هيعمل ايه؟ على المسمار ماشي على الخشب هيعمل ايه؟ مش هيعمل حاجه، ما هيتجرح بس بسيط. هيتجرح انا عايز اسمع الكلمه دي هيعمل ايه؟ هيعلم كده هيتجرح. صح هيعمل خدش تمام. طيب وانا لو جبت حته خشب ومسيت بيها على حاجه معدن هتعمل حاجه؟ لا. طيب حلو على معدن لا. طيب خلينا بقى نقول لو انا جبت بتاع ده عندك طبق بتاكل فيه معمول من بلاستيك وجبت السكينة دي معمولة من معدن وراحة جاية كده بس مش بقطع وراحة جاية، هيعمل ايه في الطبق البلاستيكي؟ هيتقطع. لا مش هبقطعه، انا راحة جاية كده بالسكينة بس خفيف، هيعمل فيه ايه؟
هيخربشوا هيتخربش هيخربشوا هيعمل حلوه. هي كلمه يخربشوا دي صلاه الخدش دي المقصود بيها ان في معدن هارد عن معدن. يعني فاكرين لما انا المره اللي فاتت قلت لكم مثلا بجيب السكينه البلاستيك والسكينه المعدن، السكينه البلاستيك لما اجي اقطع بيها ممكن تتكسر عشان ما عندهاش سترينس عاليه، يعني يبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. خلاص احنا في معادن عندنا هارد ومعادن التانيه مش هارد. اوكي يعني ما انا لما باجي اقطع، لما هتشوفوا بعد كده المره الجايه او اذا كنتوا المره دي خدتوا ماتيريال ولا خدتوا ايه مش عارفه، لما باجي اقطع في الماده لازم الماده عشان تقطع يكون عندها ايه، تكون هارد. يعني ايه هارد؟ لو مش هارد هتتاكل. يعني ايه تتاكل؟ لو جبت صباع تباشير ومشيت رايح بيجي جاي على الترابيزه كده هيحصل ايه صباع التباشير؟ هي زياد لو عملت ايه؟ لو جبت صباع تباشير كده وفضلت رايح جاي بيه على البنش، صباع التباشير هيحصل فيه ايه؟ هيتاكل لغايه ما يخلص او على حسب انا عملت ايه. يبقى احنا عشان نمنع ان الحاجه اللي هي بتقطع بعد كده، لما نيجي نقول لك ان احنا في عندنا اداه قطع بتقطع في ماده عشان هي ما تتاكلش. اوكي يعني زي السكينه اللي عندك بتقطع في البيت دي، انت اكيد ما بتقطعش بيها زلط، بتقطع بيها اكل، الاكل ده سوفت بالنسبه للسكينه، فبنقول عندها هاردنس عاليه. يعني ايه هاردنس عاليه؟ يعني لما هي تيجي تتعامل مع ماده ثانيه، ما احنا بيبقى في معدن بيقطع في معدن، بعد كده لما نخش في السمستر شويه بزياده هتلاقينا نجيب لك ايه معدن ويبقى على مكنه ونبتدي نشيل فيه، نقطع منه طبقات، نشيل منه حاجات كده. معنى كده ان كلمه هاردنس دي مقصود بيها ان الحاجه اللي بنستعملها دي تكون هارد، او اللي بتقطع دي تكون هارد عن الايه، عن اللي قدام. فاحنا ابسط مثال ليها ان في حاجات لو انا جايبه شيت مثلا الومنيوم وجايبه مثلا حته معدن ستيل مثلا ومشيت رايحه جاي عليه، لا الستيل هيعلم في الالومنيوم خلاص، عشان الستيل اللي انا جايباه لو هو مثلا حاجه كانت طالعه من حته من بتاع ده من منشار، حته من مبرد او حاجه كده صغيره وقعدت جبتها رايحه جايه بيها على لوح الالومنيوم ده هيعلم فيه. فبقول عشان كده عندنا في المواد بتاعتنا او في المعادن بالذات الكلمه دي واضحه خلاص عندها هاردنس عاليه. الحاجات السيراميك والحاجات دي عندها هاردنس عاليه، بس دي مش داخله دلوقتي معانا عشان ما نلخبطش الدنيا. بدليل ان لو جبت حته ازاز ومشيت بيها على الومنيوم او على لوح معمول من ايه، من ستيل، هتعمل ايه؟ هتعلم فيه. طب لو انا جبت حته معدن، لو جبت مفتاح ومشيت على الازاز هيعمل حاجه؟ المفتاح بتاعك بتاع باب الشقه ده ومشيت على الازاز رايح جاي هيعلم؟ اه هيعلم، الازاز هيتخربش. يا سلام، طب قوم جربه. الازاز هيتخربش. هيتخربش؟ ده مش ازاز، ده يبقى بلاستيك. الازاز هارد عن الازاز هارد عن الـ عن الـ عن الستيل. خلاص؟ تمام. فهي كده، فكلمه هاردنس دي عشان تشوفوها دلوقتي تتخضوا، الهاردنس دي لا الحاجات هارد. يبقى احنا بس بنقول الميكانيكال بروبس اللي احنا هنتعرض فيها الايه في السمستر. يعني نقعد نقول لك بتاع ده الماده اللي جايبين منها القلم مش عارفه بتاع الخراطه اللي بيقطع في المكنه عندها هاردنس عاليه، ما تقومش تبقى مش فاهم ايه الهاردنس العالي. ابسط مثال ليها افتكر انك انت ايه، لو زي التباشير كده هيتاكل، الحاجه لما تبقى هارد ما يحصلهاش وير بسهوله. الوير ده نتيجه ان الحاجه نفسها ما عندهاش هاردنس عالي، حاجتين بيحتكوا مع بعض، السوفت هو اللي هيتاكل والهارد مش هيتاكل. وصلت؟ تمام. اوكي المحاضره كده احنا لسه ما كملناش حاجه. انتوا عندكم محاضره بعد دي؟ علينا سيكشن. اه عندنا دكتور الساعه كام؟ يا دكتور عندنا الساتكس الساعه 4 ونص. طيب ان شاء الله انا خلص، انا عملت سكيدول لغايه 5 ففكرت ان ما عندكوش حاجه. طب خلاص هخلص باذن الله لغايه لما نقف. وتاني مره ما تعملوش الحركات دي عشان انا ببقى فاتحه ميتنج افتح انا مش انتوا. خلاص كده يبقى احنا دلوقتي عرفنا يعني ايه، عرفنا الميكانيكال بروبرتيز هي دي اكتر حاجه بتاخد مننا وقت. ادي الحاجات اهي موجوده هنا، ويجي يقول لك الحاجه الهارد اللي عندها ريزيستن عاليه تو سكراتش، ان هي تعمل فيها اللي هي تخربشها زي زميلك ما قال، خلاص انك انت تقدر تعمل فيها تخدشها، هي دي عندنا مقاومتها للخدش، هي دي الماده دي هارد، فيبقى عندها وير ريزيستن عالي خلاص، ما يتاكلش بسهوله، اللي هو التاكل الميكانيكي وليس التاكل الكيميائي. طيب دي عندنا تقسيمه الايه، المواد اللي قلنا عليها، هنتكلم على ميتال نون ميتال اورجانيك وان اورجانيك وكده. نعدي بقى الحته بتاعه البوليمر والميتال دي قلناها المره اللي فاتت واتكلمنا على الالوان. والسلايد دي بتعمل ايه؟ بتعمل سامري اللي احنا قلناه. احنا قلنا من شويه ان الميتالز فيها حاجات معاك من اول الالومنيوم واللد والحاجات دي لغايه بقى الحاجات الستيلز اللي احنا هنشوفها عندنا، ونقول لك منها اداه قطع ومنها مبرد وما اعرفش منها ايه. اوكي كل دول يعتبروا عندي ميتال، فعندهم سترينس عالي. في حاجات تانية بقى السيراميك، انواع معايا السيراميك قلنا ان هي اوكسايدز كاربايدز بتاعت معادن، فليها رينج. اوكي تلاقي السترينس من كام مثلا، عايا من لغايه من 80 لغايه مثلا السترينس توصل 1000 ميجا باسكال او 1100 وهكذا. البوليمرز واقعه قوي 100 ميجا باسكال واقل، ضعيفه، فدي ما عندهاش سترينس كبير. بيستعملوها في صوره تانية، افتكروا الكومبوزيت ده وهنرجع له بعد شويه. طيب
نيجي بقى عندنا المواد. ادي الميتال بتاعتنا، قلنا في العيله بتاعه الفيروس وفي العيله بتاعه النون فيروس، وبعدين الاورجانيك والانورجانيك، وقلنا المعادن اللي بيميزها زي ما ورينا المره اللي فاتت الكالرز بتاعتها، طالما انها مش عليها اي كود، طالما ان مش عليها اي بنت، طالما ان انا مش دهناها بحاجه هعرف اميز. وقلنا تاني احنا ليه بنتكلم عن الميتالز، اتكلمنا على الخواص بتاعتها واتشرحت في السكشن واتشرحت في المره اللي فاتت الايه في المحاضره. خلاص في عندنا كلمه واحده احنا بنقول دايما في لما نيجي نتكلم على الفيروس دايما هقول لك الوي. ليه بقى؟ لان الايرون لوحده لو جينا بصينا على السلايد دي، الايرون لوحده اوكي بيور ايرون، هنلاقي ماله الاسترنس بتاعته مالها كبيره. عايز حد فيكم يرد بقى؟ واحد بس. شهد مش معانا، سيف مش مين مفتوح عليه. يا عبدو. عبدو عبدو الايرون هل عنده سترينث كبيره؟ بص الكيرف اللي تحت ده، هل ده عنده سترينث كبيره ولا اللي فوق اللي عنده سترينث كبيره؟ لا الايرون اللي تحت. الايرون هو اللي عنده سترينث كبيره، سترينث يعني بيتحمل اجهادات كبيره لغايه لما يتكسر. اللي فوق ولا اللي تحت؟ لا هو هيتحمل الجهد اظن لحد ما يتكسر. اني فيهم اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي فوق اللي مكتوب عليه ايه؟ هو مسار عندي اللي هي هاي كاربون. حلوه برافو. عشان كده بنقول الايرون نفسه مش هتلاقينا بنقول لك يعني ما تجيش تمسك حاجه وتقول لي دي حديد، نزعل. ليه بقى؟ الايرون نفسه عنده مشاكل في الكوروجن، ما عندوش كوروجن ريزيستنس كويسه، خلاص ما عندوش سترينث كويسه، عنده مشاكل كتير. وبالتالي اما نيجي نتكلم على الحاجات اللي هي معموله من ايرون هنلاقيها دايما في صوره الويز. ايه الالوي دي؟ الالوي دي عباره عن انا بجيب مثلا ايرون واحط عليه عنصر تاني زي الكربون يبقى اسمه ستيل، ازود نسبه الكربون شويه، دخلنا بدل ما كان لو كربون ستيل بقى ايه ميديوم كربون، زودنا شويه مثلا لغايه ايه 0.9 او 1 بقى ايه عن 0.8 بقى عندي هاي كربون ستيل. طب زودنا زياده شويه دخلنا مثلا في العلاج بتاعه الايه الكاست اير. هنقول النسب دلوقتي عشان ما يحصلش لخبطه. طيب فدلوقتي كلمه الوي دي مش بس عشان الستيل لا والكاست اير وكده، لا بنقول في معادن لازم احولها لصوره الوي عشان احسن الميكانيكال بروبرتس. احنا دلوقتي فاهمين ايه ميكانيكال بروبرتس، تحسن سترينث بقى، تحسن لي بتاع ده ييلد بوينت، تحسن اي حاجه. فكلمه الوي دي تعرفها هتبقى موجوده عندكم هنا في سلايد. الالوي دي مقصود بيها ان انا عندي عباره عن ميكشر ما بين تو او مور ميتالز او ميتالز ونون ميتالز. يعني ايه؟ هو الايرون حديد ميتال خلاص، بتاع ده الكربون ميتال ولا نون ميتال؟ هتناموا كده خلاص. فدايما عندنا الفيروس هنستعملها في صوره فيروس الويز. يعني كلمه الوي دي عشان نعرفها لما نيجي نتكلم بعد شويه على الكومبوزد. الكومبوزد حاجه تانية خالص. الالوي دي عباره عن حاجتين دايبين في بعض، دوبتهم مع بعض كانك جبت مثلا نسكافيه وحطيت فيه لبن، فبقوم دايبين مش شايفاهم من بعض، ما اقدرش افصلهم عن بعض. اوكي خلاص، بيدوك طعم مختلف. فاحنا عندنا نفس الحكايه، نحط المعدن نحط عليه عناصر تانية يدينا ايه، يدينا حاجه اسمها الوي اللي هي بالعربي يسموها سبيكه او سبايك. خدتوها في الكيمستري بالتاكيد يعني. انتوا نمتوا ولا رحتوا فين؟ انا مش عارف. تمام تمام. طيب يبقى دلوقتي عندنا، يبقى احنا في عندنا الويز. فعشان كده لما نيجي نتكلم بقى نتكلم على الالويز، نيجي نتكلم العيله اهي دي عيله الفيروس الويز. ايه الفيروس الويز دي؟ العيله بتاعه الفيروس في الفاميلي بتاعه الستيلز اللي هي عندي لو الوي وهاي الوي. هنسمع على حاجات منهم وفي حاجات مش هنسمع عليها. يعني اجي اقول لك ايه لو كربون ستيل، ميديوم كربون ستيل، هاي كربون ستيل، تعالى بقى في الهاي الوي تسمع عندنا ستانلس ستيل وتول ستيل وحاجات زي كده خلاص. فنفهم ايه، هنفهمهم بعد شويه. الحاجات بقى بتاعت الكاست ايرون دول وايت وميلابل وبتاع ده ودكتل وجراي، احنا خلينا هو الكاست ايرون عندنا احنا هنتعامل معاه ان هو بس ايه، احنا مش هنشوفه عندنا في الفورمينج، ولكن هنشوفه مثلا لما نيجي نعمل عمليه كاست. مش هتكلم على التصنيفه بتاعته دي بعد كده ان شاء الله. السنين الجايه اللي يخش مثلا ياخد ميكانيكال ياخد ستراكشر اند بروبلمز بيعرف انواع الايه الكاست ايرون بالتفاصيل بتاعتها. اوكي هنا اهم حاجه نبقى عارفينها ان لما نسبه الكربون بتزيد، لما عبده قال لي ان تحت لما كان بيور ايرون، لما ابتدينا نزود نسبه الكربون من بتاع ده من البلين كربون للميديوم كربون للهاي كربون، الاسترينث زادت. ومين اللي قال لي بقى؟ مين اللي قال يا محمد يا خالد لما بزود الكربون الاسترينث بتزيد؟ ومين اللي بيقل؟ عبد الرحمن طه جاو. الاسترس بيزيد نسبه الايرون يا دكتور بتقل. لا
الايرون نسبته بتزيد، اللي بيحصل عندي السترينث بتزيد ومين بيقل؟ الميلابيلتي اسمها ايه عندنا؟ مش فاكر بس انا عارفها الميلابيلتي. ها قول يا مين بيجاوب، ياسمين ولا مين؟ الدكتيليتي. الدكتيليتي صح، الدكتيليتي بتقل خلاص. فلازم اضحي بحاجه. مش سامع الصوت بيروح يا دكتور لو سمحت. نعم. هو ايه الفرق بين الدكتيليتي والميلابيلتي؟ ايه الفرق بين الدكتيليتي والميلابيلتي؟ لا الميلابيلتي دي احنا بنستعملها في حاجه تانية، ما تلخبطش من الناس معلش خلاص. فاقول عندي دلوقتي الكلمه بتاعت ادي الدكتيليتي بتاعتنا، كل ما زود نسبه الكربون بتزيد عندي السترينث. اوكي اهي الكيرف الاحمر غير الازرق غير اللي بقى فوقه ده. اوكي تبص تلاقي كمان مين اللي بتقل، كمان منطقه ايه اللي بتقل، انهي منطقه كمان عماله تقل؟ ياسمين منطقه مين اللي بتقل يا ياسمين؟ احنا قلنا الدكتيليتي بتقل صح؟ ايوه في منطقه، احنا عندنا بقى مناطق، مين المنطقه اللي عماله تقل كل ما زود الكربون؟ زود الكربون اللي هي اللي فوق خالص اول واحده الالاستيك. ايوه انهي منطقه اللي بتقل فيها بقى، منطقه ايه اللي قلت؟ الالاستيك اللي هي اول واحده خالص. لا البلاستيك هي اللي بتقل مش الالاستيك، البلاستيك هي اللي بتقل. بصي اهي هنا صغيره، بصي هنا بقت منين لفين، من اول هنا لغايه هنا دي بلاستيك. بصي الحمراء من هنا لغايه هنا، فالبلاستيك ديفورميشن بيقل. فالهاي كربون نسبته بالنسبه لي في التشكيل تبقى اصعب شويه لو انا بشكل عن الايه، عن اللو كربون. دي نسب عندي الكربون زي ما قلنا، ادي النسب اهي، ادي اللو كربون ماشي، هتلاقوا موجودين عندكم دي اهي. ثواني راحت فين اللو كربون ماشي، او الميديوم كربون. ميديوم كربون معايا بنقول لغايه ايه، من 0.2 او 0.3 لغايه 0.6، بيستعملوا في حاجات تلاقيها عندنا، حاجات التروس اللي موجوده في المكن، الاعمده والحاجات دي كلها، الحاجات اللي هي نسبه الكربون فيها قليله لغايه 2 من 10 او 3 من 10، دايما بنلاقيها موجوده منها، نعمل منها الواح معدنيه الشيتس. اوكي اللي زي البادي بتاع الغساله والحاجات دي، او بتاع الثلاجه، او بتاع العربيه الخارج الجسم ده، دي عشان يبقى سهل التشكيل. الرودز بعض انواع حديد التسليح اوكي، او الاعمده والحاجات دي بتتعمل عندي من ايه، من لو كربون، لكن ينفع نلاقي حاجات معموله ميديوم كربون، يبقى سهل اشكله خلاص. الهاي كربون لا، هنلاقيه في الحاجات اللي هي زي المفك اللي بتفكوا فيه في البيت، الرانش اللي عندكم اللي هو المفتاح، المنشار اليدوي اللي بنقطع بيه، كل الحاجات دي بتتعمل عندنا هاي كربون ستيل او الويز ثانيه، يعني مش شرط دي بس. الستانلس ستيل كسبيكه هو مختلف عن الباقيين، عشان انا مشكلتي في الستيل ان الايرون اصلا انه كان بيحصل له كروجن عالي. لو انا جبت مسمار وحطيته في الجو 3 4 ايام والنطره نزلت عليه وعمال قاعد في الجو، هيحصل له ايه؟ اللي عارف يجيكم يجاوب بس. هيصدع ويتقلق. هيحصل له راست، هيحصل له كروجن. تمام؟ طب لو انا جبت مستمر معمول من ستانلس، لا هيصمد معايا وقت طويل مش هيحصل فيه حاجه. خلاص؟ السبب ايه؟ ان انا في عندي حاجه اسمها ميجور الوينج اليمنت بحطها على الستيل غير الكربون، يعني انا بحط بالنسبه للستانلس ستيل هو عباره عن ايرون ونسبه كربون صغيره اللي هي 0.1 او 0.2 او حاجه زي كده. خلاص؟ وبحط عليه نسب عناصر كبيره اللي هم مين اساس؟ في الاساس فيهم كلهم الكروم. الكروميوم بيحاول يوصل لغايه في بعض السبائك بتاعه الستانلس ستيل لغايه 18%. اوكي في حاجات عليها في نيكل، بس ايه نقول هما النيكل والكروم. الكروم عندي اكبر نسبه في الستانلس ستيل بعد الايرون. الايرون ده بيز ميتال، ده الاصل، ده الاساس. خلاص الاليمنت الاصلي هو الايرون ومتضاف عليه شويه كربون، لكن الميجور الوينج اليمنتس بتاعتي التو هما النيكل الكروم والنيكل. طب امال الوحيد الاعلى الكروميوم. الستانلس ستيل على فكره احنا كنا بنقول الميكانيك الماجنتيك بروبرتيز والحاجات اللي كنا بنتكلم عليها بالنسبه للحاجات الفيروس عندها ماجنتيك بروبرتيز، كنا بنقول الايرون والكوبالت والايه انتوا مش معايا خلاص. قلنا التلات عناصر دول من شويه السلايد دي اهي، لما كنا بنتكلم قلنا النيكل والايرون والكوبالت صح. لما نيجي نتكلم هل كل العناصر المعادن المعموله من اللي هي الفيروس الويز كلها تنجذب للمغناطيس اه ولا لا؟ لا مش كلها. لا انتوا جربتوا في الورشه نفع اه ولا لا؟ ولا ما خدتوش ماتل خالص في الورشه في ماجنت. طيب هنلاقي حاجه جربوها عندكم في البيت بقى، الستانلس ستيل هو لو عندي كاست ايرون، لو عندي ستيل باي نوع
فحطيت مغناطيس هينجز. الستانلس ستيل مش كلهم عشان بس ما ايه عندكم في الوركشوب انا حاطه تو سامبلز، واحده الستانلس ستيل بتاتراكت ماجنت والثانيه لا، لان احنا في عندنا عائلات او انواع من الايه من الستانلس ستيل، في نوع منهم ما بينجذبش المغناطيس. اوكي عشان بس ما حدش ايه يقول لك لا دول ما بينجذبش المغناطيس، ده يكون معموله الومنيوم مثلا بتبقى ستانلس ستيل. في حاجات ستانلس ستيل ما هيش بتنجذب للمغناطيس. اوكي في عندنا حاجه اسمها هاي سبيد ستيل. الهاي سبيد ستيل ده هنسمع عنه 100 مره في الايه في السمستر ده بالذات، اول ما نخش في الهاند تولز والحاجات اللي بعديها هتبص لقينا بنتكلم على حاجات معموله هاي سبيد ستيل. هاي سبيد ستيل ده بيبقى عباره برده لو كربون ستيل، يعني ايرون وعليه شويه كربون صغيرين جدا نسبه قليله اوكي اللي هي اقل من 0.2 او 0.2%. وفي بقى عناصر ثانيه اهمهم التنجستن، تنجستن كروميوم فانديوم، ولما نوصل ليه هنقول كل عنصر ليه فايدته ايه. بستخدمه بقى في الكاتنج تولز. ايه الكاتنج تولز؟ عارفين الدرايل اللي بتطقبوا فيها في الحيطه، اللي عارفين الشنيور لما بيجي حد يطقب في الحيطه عندكم حاجه، الحاجه اللي بتطقب بيها دي بتبقى سميها عندنا درايل، دي بتتعمل من هاي سبيد ستيل مؤقتا لغايه لما تشوف حاجات تانية بعد كده. اوكي الكاست ايرون طبعا موجود في حاجات كتير، البتاع دوت البيت بتاع الماكينات اللي في الورك شوب عندنا معمول منها، حاجات في الانجن بلوك الحاجات دي، بعض غطيان الحاجات الدرينز اللي موجوده في الشارع اللي هي الغطيان بتاعه البلاعات معموله كاست ايرون، بعض المواسير اللي موجوده عندنا برضو في الشوارع الكبيره دي بتبقى بعضها كاست ايرون مش كلها عشان في انواع كتير. اوكي دايما بقول عندي البراكتيكال رينج للكاست ايرون نسبه الكربون فيه من 3-4.5% كربون، فهو ايرون ونسبة من 3-4.5% كربون، وبيبقى فيه عناصر تانية مش جاست بس يبقى عندي كربون بس، فيه عناصر تانية بس نسبتها قليلة. على فكرة الستيل مش بس ايرن وكربون، ده فيه عناصر تانية معاه، يعني الستيل اللي هو بنقول عليه لو كربون او ميديوم كربون فيه عناصر تانية بتضاف عشان بتحسن في الخواص، مانجانيز مش عارفة سيليكون حاجات زي كده، بس النسب قليلة. فاحنا دايما بنتكلم على العناصر المؤثرة، فاجي اقول في الهاي سبيد ستيل العناصر الكبيره الميجر اللي هو التنجستن او اهم واحد فيهم واكبر نسبه، بعد لو قلت العناصر كلها اللي فيه تنجستن كروميوم فانديوم. الستانلس ستيل لا النيكل وكروم اكبر واحد فيهم، الكروم طبعا الاساس الايرون موجود بس هو ما بيتكلمش اليمنت ده مش متضاف ده اصل. طيب يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على دول، دي عندنا اتفقنا ان انا لو مدينا سامبلز كتيره في الورشه وجيتوا حطيتهم كلهم انجذبوا للمغناطيس حلو جدا، طب وبعدين كلهم فيروس الوان وكلهم مدهونين، يعني انا مش عارفه اطلع على الستانلس ولا من الستيل ولا من القص ايرون ولا اي حاجه. والله لو هم جايين في سون برودكتس ممكن اعرفه، يعني ايه لو جايب لك حته حديد تسليح وده تلاحظوا ان انا في السامبلز اللي جبتها في حته مثلا من حديد تسليح، دي اول ما اشوفها هقول عندي ايه ده كربون ستيل خلاص، يعني ما هوش لا قص ايرون ولا حاجه من غير ما اقول اي حاجه من غير ما ابص حتى ولا انجذب للمغناطيس. طيب لو جبت سوليد برودكت عرفته وانا جبت لك غطا بتاع الشارع ده هتقول لي اه ده القصه ايه طالما ان هو معدن عشان في حاجات معموله بتبقى بوليمرز كومبوزت وكده. طيب يبقى انا عندي دايما الاختلاط اللي عندي هيبقى مشكله لو انا عندي ستيل لو كربون او ميديوم كربون او هاي كربون وحتت صغيره جايبها قدامك ومش هعرف كلهم او كثافه واحده الدنسيتي بتاعتهم تقريبا واحده وكلهم بينجذبوا للمغناطيس من غير بقى لا دهنه ولا مش دهنه مش هعرف اعمل حاجه. الحل الوحيد اللي عملناه عندكم في الورك شوب كان ايه؟ الناس اللي خدت ماتيريال الناس وصلت ولا ايه؟ زياد يوسف منصور جاوب ايه اللي عملتوه في الورشه بتاعتي؟ ماخدناش ماتيريالز في الوركشوب. عملت ايه يا زياد؟ ما خدتش حاجه ماخدناش غير الخشب. تمام تمام زياد بيقول صح، زياد بيقول سبارك تيست. ايه السبارك تيست ده؟ كنا بنجيب عندنا عارفين الحجر اللي هو الراجل بيسن عليه السكاكين ده اللي هو زي جرايندنج ويل دي، هو بيحط السكين عشان يسن، احنا كنا بنحط العينه عشان نتفرج على السبارك بتاعها عامل ازاي. لو انت شفت اللي بيسن السكاكين ده تلاقيه بيعمل ايه سبارك ليه شكل معين، احنا بقى هنشوف للشكل السبارك. طبعا احنا مش ما عندكوش اكسبيرينس كافيه عشان تقولوا ده ايه، فدايما بيبقى فيه كده زي تيبل يقول له او في هاند بوك كده يقول له شكل السبارك عامل ازاي. فاحنا كنا بنيجي نقول لك والله الكاست ايرون ليه شكل السبارك بتاعه لونه عامل ايه اورنج وشكله عامل ازاي، وتلاقي كثافه الايه السبارك كبيره ولا صغيره. تمام تعالى اول ما نقول لك احنا دخلنا على الستانلس ستيل تقريبا كنا ما بنشوفش حاجه تقريبا، ان ايه هنا نسبه الكربون مش هي الاصل. فتبص تلاقي دايما كان سبارك تيست نستخدمه از تول انك انت يعني او از تكنيك انك انت تقدر تفرق حاجات من الفرص. قلنا الاختبار ده لما كنت بقول لك لما يكون مثلا عندك انت بنقول ما انتش مهندس ميكانيكا ولا حاجه، او انت دايما بقوله للطلبه لو انت مهندس مدني وفي حد مشروع او عمارات بتستلمها وحاطين خلاطات وحاجات فيها
اخش اسحب كده واحد منهم واجربه على السبارك. لو هو ستانلس ستيل هيعمل سبارك. طب لو هو مثلا براس وواخد طبقة نيكل عليه او كده او كروم يقوم يبان عندي، مش هيعمل سبارك. اوكي نفس الكلام، اي حاجة انا شك فيها هيبان اقدر اعرف. مجرد واحد بس هجرب واحد يقوم يعرف مين اللي بيعمل شيتنج عليك ولا. طيب انا عندي سؤال، احنا ليه بقى هنتكلم على النون فيروس واحنا عندنا فيروس ليها ابلكيشنز كبيره؟ سؤال بقى نسال حد بقى من الناس اللي تحت عايزين رافعين ايديهم من بدري. مين جورج ايه مش فاكره، جورج حاجه ويليام مش شايفه كويس. جورج فين؟ جهام ولا جورج؟ فتحت لك يا جورج، جاوب جورج، رافع ايده بس. ايوه يا دكتور، جاوب يا جورج. ايوه كنا اخر حاجه بنتكلم عليها ليه ها. ايوه ما انا مش فاكر معلش السؤال، بس انا فاكر ان احنا كنا بنتكلم على الشراره وان انا ممكن اخد عينه واجرب بس عليها الشراره. بس مرحله متاخره. خالد محمد معايا؟ يوسف منصور؟ خالد مش معانا، خالد انا هشيله من المحاضره. يوسف منصور معايا؟ كنت بتتكلم دلوقتي. ايوه الو. يوسف بيقول دلوقتي في فيروس الويز وفي نان فيروس الويز، في حاجات معموله من الاساس بتاعها ايرن وفي حاجات تانية نان فيروس زي مثلا الومنيوم زي الكبر زي الحاجات دي. تمام، تعرف ليه من وجهه نظرك احنا بنتعامل مع المواد التانية المعادن التانية دي غير كمان الستيلز والفيروس الويز كلها ليه؟ تعتقد ليه؟ انا قلت لك تقريبا الاجابه بس انت تطلعها. ما اعرفش يا دكتور الصراحه. شاهد من ساعه ما فتحت كنت مش عارفه كنت تخش تاني. ايوه دكتور انا خالد. خالد جدا جيت يا خالد. طيب جاوب يا خالد، معلش ما كويس يعني. ها وكان ايه السؤال؟ معلش لا طالما ايه السؤال مفيش وقت ينفع لايه السؤال. شاهد مفيش وقت ان انا اقعد افتح لنفسي ثانيه دلوقتي، بفتح لكم وانتوا نايمين، سايبين المايك مفتوح بس سايبين الاكونت مفتوح. شاهد عبد العزيز جاوب يا شاهد. شاهد فتحت لك والله. واضح ان شاهد مش موجوده هي كمان. طيب اوكي نسكيب الحته دي طالما ان احنا مش هنقولها دلوقتي. محدش عارف حاجه فيكم؟ هو اكيد عشان الفيروس والنون فيروس في فرق بوربارتيز ما بينهم. دكتور انا شاهد اهو. انا شاهد فاتحه لك بقالي ربع ساعه والله. المايك والله المايك عمال افتحه من اول ما حضرتك بدات تناديني من الاول خالص مش عايز يفتح خالص. طب قولي يا شاهد. ها هو انا في اعتقادي ان احنا بندرس يعني كمان النون فيروس علشان كل ماده ليها بروبريتيز معينه يعني ان احنا بندرسها يعني مثلا زي يعني مثلا مش هنذكرهم انا بسال احنا ليه بنستعملهم يعني افتكري كده في دماغك يعني مثلا النحاس او الالومنيوم كل ماده ليها خصائص معينه فاحنا بنستخدمهم احنا بنستعملها. ايوه خواص زي ايه بقى؟ انت قربتي اهو. الكبر ده بنستعمله في ايه؟ هقول لحضرتك يعني مثلا بتبدا يعني بنحطها في اختلاط مع مواد مثلا علشان يعني لا يعني يا شهد الكبر اهم حاجه بتميز الكبر ايه؟ الكبر هو انا اللي اعرف اللي هو مقاوم للصدى يعني مش بيصدأ. سيبنا من الصدى خش على حاجه ثانيه. خواص كهربيه. خواص كهربيه او ثانيه واحده موصل جيد للكهرباء والحراره والحاجات. هل كل هل الحاجات النان فيروس ينفع اعمل منها الحاجات الفيروس ينفع اعمل منها سلك كهرباء مثلا؟ لا عشان هي بالظبط ما عندهاش
أيوة في حاجات بتبقى موصلة جامد جدا، في حاجات مش موصلة أيوة. أصلا، فالريزيستنس بتاعتها أول حاجة إحنا محتاجين نلجأ للنونفيروس عشان بعضها بعض النفرس بعض النونفيروس عنده إيه؟ electrical conductivity. طيب إيه كمان؟ الألوان والحاجات دي مقدور عليها ماشي مش مشكلة، ما نعملها بينتينج والحاجات دي أو ندي كوت مثلا. في مواد بتختلف الدنسيتي بتاعتها في الكثافة اللي هي كويس. يعني لما اكون انا عندي الستيل او الفيروس الويز عموما مثلا 7.8 جرام بير سنتيمتر كيوب ماشي، لما اجي اتكلم مثلا على الالومنيوم الاقي 2.7، لما اجي اتكلم على المغنيسيوم 1.8، لما اجي اتكلم على التيتانيوم مش عارف 4. كذا يبقى انا في امكانيه ان انا ممكن اخفف الايه الاحمال بتاعتي بتاعه المنتج تمام، يعني اخفف الويت يعني. يبقى احنا دلوقتي لما نيجي نتكلم على الحاجات اللي هي ادي عندي الابلكيشنز بتاعت الحاجات اللي هي الفيروس كتير خلاص، ولكن لما اجي اتكلم انا عايزه دنسي مختلفه مش شرط كلهم عايزاهم زي الستيل، عايزه كوندكتيفيتي اللي هي الالكتريكال لان كل الميتالز عندها ثيرمال كويسه بتوصل، ولكن صحيح يمكن بنسبه عن الثانيه تفرق. الكروجن ريزيستنت في الفيروس كلها مش كويسه الا الحاجات اللي هي ما زي الستانلس ستيل او الايه الهاي سبيد ستيل تمام. فانا بقول عشان كده جينا نتكلم على الشارت دي. ايه اللي بقى السلايد دي؟ السلايد دي بترجم لي شويه حاجات هقولها بقى ونقفل عليها، والمره الجايه نكمل. المره الجايه ان شاء الله نخلص اخر حته في الماتيريالز، المفروض نكونوا خلصتوها النهارده خلاص، واخش في الايه في الكاربنتري. فبنقول عندنا الحاجات اللي هي نون فيروس دي هنلاقي عندنا الكبر الويز، عندنا تيتانيوم، عندنا مش عارفه عيله بسميها لايت ويت الوي. لايت ويت الوي دول يبتدوا من خد معايا تيتانيوم الومنيوم مغنيسيوم. الكبر مش لايت، الكبر على فكره اكتر من الايرون، الكبر الدنسي بتاعته اكبر من الايرون. في عندنا حاجه اسمها بروس، البروس ده عباره عن ايه؟ عباره عن زنك سوري عباره عن كبر بضيف عليه الالوينج اليمنت الاساسي هو الزنك. بنستخدمه في حاجات كتير بقى، حاجات الديكوريشن، حاجات الكوينز، حاجات الايه بتاع ده كلها الحاجات اللي زي كده بنعملها عندنا من بروس، وبعض حاجات اللي هي بتاعه الايه كان زمان قبل كده محابس وحاجات زي كده خلاص موجود في المحابس والكلام ده. البرونز خلاص نبص نلاقي اللي هو البرونز عباره عن الوينج اليمنت تاني مختلف غير الزنك. يعني لو بحط مثلا المنيوم بحط سيليكون بنسميه باسمه، بنسميه المنيوم. الحاجات بتاعه الجيرز وبعض انواع البوشز اللي موجوده عندنا في الماكينات بنعمله منها. فالكبر ده من الحاجات اللي مش لايت ويت. امال ايه بقى اللايت ويت؟ الحاجات اللي عندها دنسي قليله. عندنا التيتانيوم اللي هو الازرق اللي هنا ده دنسي بتاعته اقل من الستيل كتير قوي تقريبا خلاص. في ميزه بيتحمل درجات حراره في نفس العاليه، ما عنده كروجن ريزيستنس كويسه، والويت بتاعه قليل، بيستخدموه في سبيس ابلكيشن. طيب الالومنيوم ده الدنسي بتاعته 2.7 ده اخف كمان. حاجات الايروسبيس، حاجات الباكجينج، حاجات الايه بعض حاجات في اجزاء في العربيات تعمل عندي من ايه من الالومنيوم او الالومنيوم الويز اللي هي الالويز بقى في الومنيوم الويز عليها كبر، في الويز عليها منجنيز او عليها زنك وهكذا، كل واحده على حسب الايه الاستخدام بتاعها. المغنيسيوم اخف من الالومنيوم، ولكن الالومنيوم هم على فكره نفس تقريبا اللون قريبين من بعض، نفس بتاع ده الميلتنج بوينت قريبه، ولكن الالومنيوم دكتل عن المغنيسيوم والبيهافير بتاعه مختلف شويه. بيستخدموا برضو المغنيسيوم في حاجات من اجزاء في الايه في الايركرافتس والحاجات اللي كده. طب هو كل النون فيروس لايت ويت وكلها اخف من الستيل والفيروس؟ لا، الفيروس الويز لا، في عيله هنا تقيله بس بنقول كمان فيها ميزه بنسميها ريفراكتوري ميتالز. ما احنا الكبر اتقل من الحاجات بتاعه الايرون، لكن العيله بتاعه الريفراكتوري ميتالز دي مالها؟ عندها دنسي عاليه زائد عندها ميلتنج بوينت عاليه. زي ايه؟ التنجستن. التنجستن من الحاجات اللي هي عندها اولا الدنس ساعتها 19 جرام على السنتيمتر كيوبيك عالي قوي خلاص. حاجه كمان اهم ان انا بقول ان هي بتستحمل درجات حراره عاليه، ما بتنصهرش بسهوله. انت عايز توصل لغايه 2000 او 2000 بتاع ده 3000 ديجري سي عشان تقدر تصهرها، وبالتالي ما هي زي المعادن الثانيه، فدي ليها استخدامات تانية خالص. لو انا عندي مثلا بتاع ده هيتنج اليمنت فيرنس، لو انا عندي حاجات هتعرض لحراره وعايزاها تصمد، دي ميتالز وليست عشان في حاجات تانيه سيراميك ماتيريالز او سوري ريفراكتوري ماتيريالز حاجه تانية، لكن ريفراكتوري ميتالز اللي هي زي المولبدنم التنجستنم الحاجات دي كلها خلاص. النوبل ميتالز دي ممتازه، يا ريت كل حاجه نقدر نعملها منها لانها عندها اكسجيشن ريزيستنس عاليه وكروجن ريزيستنس عاليه اللي هي الفضه والذهب والبلاتين والحاجات دي اوكي. ولكن طبعا دي حاجات دي دايما بستخدمها في حاجات الجولري او في حاجات اللي هي زي مثلا حاجات الميديكال قوي اللي هي زي الناس اللي بيحطوا لهم مصامير بلاتين وكده، لان هي عندها يعني تعتبر ما بتعملش الاكشن مع الحاجات اللي في الجسم اوكي. فده لغايه هنا كده، والمره الجايه بقى ايه نكمل، او ممكن ادي بتاع
خلي كومبوست المره الجايه. انا هدي بس سلايد بتاعت الاورجانيك والان اورجانيك دي اللي كنا بنتكلم عليها. اه في حاجه مهمه جدا انا نسيت اقول عليها، في عندي بعض الحاجات بعملها سبائك خادعه. يعني ايه سبائك خادعه؟ كلنا نعرف الفضه والسيلفر، دوروا على كثافه السيلفر ودوروا على الدنسي بتاعت المين بتاعت الكبر الويس او كبر. بس في سبيكة عندنا احنا قلنا البراس وقلنا البرونز، ادي الالومنيوم باستخداماته وادي الكبر واستخداماته والبراس يعني ايه والايه والاستخدامات بتاعته. نيجي عندنا في سبيكة اسمها نيكل سيلفر. ايه نيكل سيلفر دي؟ عبارة عن سبيكة فيها كبر كويس، الاساس بتاعها البيز ميتال بتاعي كبر او البيز الاصل بتاعي كبر ماشي، ومضاف عليه نيكل وزنك كاليمنتس عناصر مضافة عليه زيادة، يقوموا يطلعوا لي لون زي الفضة بالظبط. دي بيسموها عندي الجيرمان سيلفر او النيكل سيلفر، بيستخدموها في بعض الحاجات تماثيل والحاجات اللي زي كده كبيره، مش عايزين يصرفوا ادمنوها من سيلفر وفي نفس الوقت عايزينها تقعد ما تاثرش بالجو والمحيط بيها وكده. لو انت عندك حاجه فضه وسبتها شويه في الجو بلونها بيغمق، عشان كده بنضطر ننضف الفضه وكده. فبقول عندي دي بتبقى كويسه، بيستخدموها اولا سعرها اقل اوكي، وفي نفس الوقت بتعيش وقت طويل. زمان في بعض الادوات بتاعت المائده ممكن كانوا يعملوها من نيكل سيلفر دي اوكي، فدي نقدر نجرب نشوف الدنسي بتاعت السيلفر كام وبتاعت الايه الكبر كام. بالنسبه للحاجات الايه الحاجات عندنا بنقسم بحاجات اورجانيك وحاجات ان اورجانيك. الاورجانيك اللي هي الحاجات اللي الاساس بتاعها كربون وهيدروجين واقدر اعملها ديسولف في الايه في الالكهول. عندنا الحاجات في اورجانيك ناتشرال وفي اورجانيك سينثيتك اللي هو صنعته. الناتشرال زي ايه؟ الوود، الليذر، الكوتون، الرابر، الرابر الطبيعي خلاص. الاورجانيك الاورجانيك سينثيتك ماتيريال البيبر. البيبر ما هو اه جاي منين؟ ده جاي من اشجار ولكن تم عليه بروسيس. البوليمرز هي جايه من البرودكتس من اويل ولكنها طلع ايه تم عليها بروسيس فطلعنا البوليمرز اوكي. فيبقى انا عندي حاجات اورجانيك ناتشرال اورجانيك سينثيتك خلاص. طب الانورجانيك، الانورجانيك دايما في ميزه تلاقي عنده هاردنس عاليه سترينس عاليه. طب زي عيله مين بقى؟ الحاجات اللي هي السيراميكس والايه والميرابلز والحاجات دي كلها والكلاي والروكس وده. طب الحاجات الانورجانيك ولكنها طبيعيه، الساند، الكلاي، الرمل ده في الارض، الروكس اللي هو بيطلع منها جرانيت والرخام والحاجات دي كلها اللي بتشوفوها الاسماء المختلفه دي كلها، دي كلها حاجات ناتشرال. اذا عملنا عليها بروسيس خلاص، اذا خدنا الساند ده وابتدينا نعمل عليه بروسيس طلعنا منه الازاز الساند خلاص والسمنت والسرام. فدول عندي حاجه مهمه جدا، يبقى دول العيله بتاعتي اللي هي بنقول عليها اورجانيك وان اورجانيك. الاورجانيك اللي هم قلناهم دول في منهم حاجات طبيعيه وفي حاجات منهم انا عملت عليها بروسيس وبالتالي بقول عليها متصنعه اورجانيك مصنع خلاص. اوكي كده يا جماعه. دكتور لو سمحت عايز اسال سؤال. اتفضل. هو دلوقتي مش البرونز المفروض بيبقى خليط ما بين النحاس والقصدير؟ مش المفروض بيبقى حاجات مختلفه يعني؟ في اي برونز، في اي برونز، في الومنيوم برونز، في سيليكون برونز، في انواع كتير وبيتسموا اسامي تانية على فكره بس انا مش عايزه الخبطه. طب كان في اختصار اللي هو تي اي ان ده، بس مش عارفه هو اختصار لايه ولا ماده ايه. تن ده، التن ده مش اختصار، ده التن هي ماده كده. اه التاني اللي هو القصدير. اه ما ده اللي انا اتلخبطت فيه عشان القصدير مثلا اس ان فانا اتلخبطت. مكتوبه في السلايد. او فين فيها؟ في السلايد اللي فاتت دي. فين؟ لا اللي كانت مكتوبه في البرونز. اه نيكل اورتين، نيكل اورتين التاني اللي هو القصدير. كده طيب. لو حد عنده اسئله، حد عنده أسئلة؟ آه يا دكتور أنا عندي سؤال معلش. ماشي يا ياسمين، عشان بس نقفل الميتنج لو كده. طب ثواني بس عشان أخد الأتندنس شيت. معلش كل البرزنتر لا هقفلكم. طب دكتور. نعم. طب هو أنا بس عايزة أقول لحضرتك حاجة أخيرة. هو المشكلة كانت من مايك والله، كنت مركزة مع حضرتك يعني. خلاص يا شاد والله ما أنا عارفة، وفي ناس رفع إيديها على فكرة بس بفتح لها والله ما بتفتح. أو ما أنا مضطرية أقفل بس اساله وبعدين ننزل اتنس. طيب هو البرسنتج بتاعت بعض الاليمنتس وكده زي التنجستن والحاجات دي في الستيل وكده، هو دي احنا المفروض نبقى عارفين البرسنتج بتاعت كل حاجه ولا بص إيه؟ في اللو كربون، في اللو كربون تبقى ميديوم كربون والهاي كربون تبقى عارفين. العناصر المهمه في السان ستيل دول سهلين معاكي، مثلا الكروميوم ومعاكي النيكل. الكروميوم بيحطوه عشان اساسا بيعمل كروم تابت كروميوم اوكسايد فبتحسن الكروجن ريزيستنس، بس العنصر الاصلي هو كروميوم اللي هو يوصل لغايه 18% خلاص. في الهاي سبيد ستيل هيجي بعد كده معانا تاني كتير بس نعرف العناصر اللي فيه اوكي نسيبهم يعني تاني بس يعني ما اعرفش البرسنتج اللي هم مكتوبين دول. ها اعرفيها اعرفيها اعرفيها، هو سهله مش صعبه. 18
ماشي 8-1 خلاص كده. شكرا يا دكتور. حد ليه سؤال لو سمحتوا يا جماعه؟ المره الجايه لما اكون انا عامله سكيدول ميتنج محدش يفتح لغايه لما انا افتح الميتنج خلاص، عشان الحكايه دي عملت مشكله النهارده ولقيت 5 ميتنج مفتوحين. انتوا تقدروا تفتحوا، انا سايبه لكم تفتحوا مع بعض عشان انتوا عايزين تقابلوا، وبعدين في ناس بتتكلم مش كويس يعني عيب. اوكي، فده لو سمحتم بس المره الجايه الحكايه